تجاوزت اجازه كريستي غير وغيرها لا من كل دول بيعملوا 10 15 20 اه انت وصلت 160 يا دكتور نبيل. 160 وحوالي 10 كمان اعداد خاصه يعني 170 170 تقريبا. ازاي؟ خليني اقول الاول ازاي الفكره جات لك؟ امجد صبري ده اللي امجد صبري انا اسف اللي جنن اجيال. جننا يعني جننا كلنا يعني، وكنا بننزل نتلقف. انا فاكر يعني اعتقد في ثانويه عامه ولا حاجه، والواحد واقف قدام مكتبه كده، كنا واقفين طابور، ولما البتاع خلصت قلنا لا هنأجرها من بعضينا، يعني كل واحد يدفع ربع جنيه عشان يقرا. كان اعتقد في الحاجات الاولانيه والاولانيه كانت فظيعه قوي، كنا بنتخطفها عشان كانت جديده على الناس. بس ده حقيقي. الفكره جات لك ازاي يا دكتور منى؟ بصوا الفكره دي جت على كذا مرحله. هو في الاول انا كنت زي معظم الشباب جيلي يعني مغرم بالشخصيات الاجنبيه شويه، ارسل لوبين وشارلوك هولمز جيمس بوند والحاجات دي. وكان في شخصيه اسمها روكامبول كانت شداني جدا، يعني خدت فتره مندمج معاها جدا. يعني عندي طبعا بحط انا على فكره بحتفظ بكل الكتب اللي جبتها حتى وانا صبي يعني. ففكرت ان احنا ليه ما عندناش احنا شخصيه مصريه يعني، بس ما كنتش عارف ايه اطار الشخصيه المصريه اللي عندنا. بس كان دايما ده بيشاغبني يعني ليه ده يعني شغوفين قوي بالحاجات الحديثه الاجنبيه، وتاريخنا احنا كله يعني كل شخصياتنا تاريخيه، ابو زيد الهلالي وزياد خليفه والحاجات، ليه ما عندناش شخصيه معاصره يعني. صحيح. وبعدين جت وانا في اولى طب استعانت بيا جهه امنيه للقبض على جاسوسين، فدخلت في العالم ده وانا في اولى طب. تتكلم جد؟ ما المعلومات بتتقال لاول مره تقريبا. لا مش اول مره، واتقالت في برنامج قبل كده يمكن عندك. استعانت بيك جهه امنيه وانت في اولى طب للقبض على جاسوس. جاسوسين. اثنين جاسوسين في القاهره. في لا في طنطا. انا بلدي طنطا اساسا. والجواسيس وصلوا لطنطا؟ ما هو كان حسب عمله جاسوس في حته. في الكلام ده في السبعينات؟ في وانا في اولى طب كان 74 او 75. تمام. في عزه يعني برضه. الصراع العربي الاسرائيلي. التجربه دي خدت مني سنه تقريبا، طلعت منها وانا في سؤال في ذهني بقى، اللي هو لما احنا عندنا ناس جامدين قوي كده طب ليه مشغولين بشخصيات اجنبيه؟ ما نعمل الشخصيات بتاعتنا. فابتديت احط الملامح بتاعت الشخصيه. طب ليه استعانوا بيك انت؟ معلش. عشان كنت انا قريب منهم يعني من الاشخاص. يعني انت كنت في نفس البيئه اللي